السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أول حلقة من حلقات عميد الندى، يا رب تعجبكم إن شاء الله. حلقتنا هتتكلم إن شاء الله عن التنميم، أغلبها يعني عشان الدكاترة الطبية. النهاردة موضوعنا هيكون إكسكلوزيف، جايبالكم وصفة عن سر نساء قرية كيواندو في الصين. الناس دي زي ما احنا شايفين كده في الصور، شعرهم طويل قد ايه وجميل. انا جايبه لكم الوصفه بتاعتهم اللي بيستخدموها لشعرهم. اول حاجه هنبدأ مع بعض، والسر اللي محدش هيصدقه، وهو الرز البني. الرز البني ده عباره عن ايه؟ ده مجرد رز بس ما تقشرش، بيعتبر بالقشره البني بتاعته. زي ما انا استخدمته عادي مفيش اي مشكله. بترتيب بتنقعين المجيه لحد الصبح، في ميه طبعا مغليه. هتبتدي ترديه وتخلطيه في الخلاط، وتاخدي وتصفيه كويس، وتاخدي المستخلص المائي بتاعه وتحفظيه لمده اسبوع. بعد ما حفظتيه لمده اسبوع هتاخدي المستخلص بتاعه، اصبح عندنا الصور. ايه هو الصور؟ عباره عن خل الرز. خل الرز ده احنا خدناه وحفظناه، هنضيف عليه معلقه من الجنزبيل، معلقه من الروزماري، معلقه من الزعتر، ومعلقه من الشاي الاخضر. هناخد من التركيبه دي معلقه من كل حاجه ونخلطه مع النار قبل ما يوصل لمرحله الغليان. تطفي عليه على طول، هتحفظيه من الليل لحد الصبح، وبعد كده اصبح عندك المستخلص جاهز. تاني حاجه، يا ريت وانتي بتعملي التركيبه دي تذكري اسم الله. دي انا شخصيا بستخدمها وبعمل كده، بوصل لنتائج ممتازه جدا بالاسم ده. سر جميل جدا، سر رائع في تجميل البشره وتجميل الشعر وحل مشاكله كلها من الف حتى الياء. بعد ما نكون اسم الله ده على التركيبه بتاعتنا، هنبتدي نعمل ايه؟ الانفرجن ماسود. دي عبارة عن ايه؟ زي الصورة اللي ورانا اللي احنا هنشوفها دلوقتي هتظهر عندنا في الشاشة. انك انتي بتجيبي شعرك لقدام وتبتدي توطي بحيث ان الدورة الدموية توصل لشعرك وتغذي الشعر. هتبتدي تدلكي شعرك حركات دائرية، وهتاخدي الاعشاب وتدلكي شعرك كويس قوي بيها، وتحفظيه على شعرك، وتلبسي البنيه يا ريت يكون افضل. تحفظيه لمده 3 ساعات. عايزه تقللي مفيش مشكله، عايزه تزودي برده مفيش مشكله، بس ما يقلش يا ريت عن نص ساعه اقل حاجه. ولقينا يا جماعه ان التمرين ده بيتعمل لمده 4 دقائق بس، مش بنزيد ولا بنقل، وهيبقى لمده اسبوع من كل شهر. المفاجأة بقى ان هو بيطول الشعر من 1 ل 2 سنتي في الاسبوع. هتقولي في الاسبوع ازاي؟ بكره تجربه وتشوفي النتيجه ان شاء الله. النصائح الذهبيه بقى اللي احنا هنقولها دلوقتي عباره عن ايه؟ هتنشطي شعرك، يا ريت تكون بمشط خشب، اهم حاجه في الموضوع بلاش الحاجات البلاستيك عشان هتضر الشعر بتاعك. ولو حتى ساعة في اليوم بحيث ان هو يتهوى، ما يفضلش مكتوم على طول. اهم حاجة انك تغسلي شعرك 3 مرات في الاسبوع، ودي حاجة كويسة جدا، ويعتبر الشعر بتاعنا زي الزرع لازم يتروي ولازم يهتم بيه. ولما تيجي تستخدمي الشامبو ما تستخدموش بطريقة مباشرة على شعرك، ده هيضر شعرك جدا. انت هتبتدي تاخدي ايه؟ هتاخدي شوية شامبو وتخففيهم شوية مية. لو شعرك دمي لما تيجي تغسلي شعرك هتغسليه، ممنوع انك انت تغسلي شعرك بالشامبو مباشرة وتحطيه على شعرك، هتخففيه بشوية مية. ولو شعرك دمي هتنصري عليه نص ليمونة
وتغسلي شعرك كويس، تعملي حمضي مع قلوي، وبعد كده هتشوفي شعرك من الورق. الافضل على استخدام الصابون او الشامبو باستمرار للشعر، لان الحاجات دي كلها تعتبر كيميكال. حاولي تكون حاجات مستخلص اعشاب، وان شاء الله في حلقات تانية باذن الله هقول لكم على طريقة صابون الاعشاب تقدروا تستخدموها لشعركم وتكون مفيدة ليكم ان شاء الله وللشغل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما امشي يا ريت محدش ينسى ان سيد الاستغفار لا اله الا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا عبدي بوعدك وما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. السلام عليكم ورحمه الله. العلم يا جماعه ان التمرين مش الموضوع، التمرين. والعلم يا جماعه الموضوع ده بيتعمل التمرين. يا جماعه في ايه يا جماعه؟ بيتعمل في الميكنج. حلو ده. يلا التمرين. والعلم يا جماعه التمرين. والعلم واحد اثنين